السلام عليكم. تنافس محتدم بين الكتل السياسية السنية يدور حول كرسي رئاسة البرلمان، لحد الآن لا إجماع على ترشيح شخصية محددة بين الكتل. تحتدم تقدم ترشيح 5 أشخاص هم شعلان الكريم وعبد الكريم عوطان ويحيى المحمدي، أما السيادة فمرشحها سالم العيساوي والعزم مرشحهم محمود المشهداني. بالنسبة لتقدم قد تتقلص الأسماء إلى 2 بانسحاب 1 من المرشحين في يوم الانتخابات أو قبله. الكل يعتمد على ما يحصل عليه من الأصوات الإطار والكتل السياسية الكردية. مصادرنا تقول أنه الإطار التنسيقي في بداية الأمر كان ينتظر الإجماع السني، والآن بعد عدم تحققه اجتهم الفرصة، فالأغلبية الإطار تميل إلى التصويت لمحمود المشهداني وعدم التصويت لأي شخصية من حزب تقدم. هذا الموقف طبعا يتناسب مع كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني باعتبار حلفاء. الإطار وضع عدد من المعايير لاختيار رئيس البرلمان، أولها أن لا يكون مرتبط بمشروع خارجي، وأن لا يكون ظلا للحلبوسي، وأن لا يكون من الشخصيات الطائفية. أما الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يميل نوعا ما إلى مرشح تقدم، لكن في الوقت نفسه يناغي الإطار لمصالح تتعلق بالموازنة والمحكمة الاتحادية. في كل الأحوال تميل كل الترجيحات إلى محمود المشهداني على أنه الأوفر حظا لرئاسة البرلمان، لكن هذا الأمر لا يتحقق إلا بحضور 200 نائب في الجلسة من أجل ضمان الفوز بالنصف زائد 1. جلسة البرلمان حددت الأربعاء القادم من أجل ضمان حضور أكبر عدد من النواب وإشغال كرسي البرلمان الذي غادره الحلبوسي بعد قرار المحكمة الاتحادية بالتزوير. أرحب بكم وبضيفي دكتور محمد سلمان الطائي، حياك الله دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا. وين رايحين؟ وين وصلتوا؟ شنو الوضع؟ تقرير المقدمة مالتي صحيحة؟ إي صحيحة طبعا. التفاصيل اللي بيها صحيحة؟ إي أغلبها صحيحة، نعم في غالبيتها صحيحة. المو صحيح بيها شنو؟ لا مو ما يعني ما بيها شيء مو صحيح، لكن اكو تفاصيل اكثر يعني هي المقدمه دقائق، لكن تفاصيل اختيار رئيس جديد لمجلس النواب اكيد قضيه شائكه ومعقده وبيها تفاصيل وبيها تداخلات كثيره. زين هسه الاجماع ما تحقق. نعم يعني كانوا بعض الشخصيات في الاطار كانت تنتظر الاجماع الكتل السياسية السنية على شخصية واحدة. نعم. وهذا الرأي كان لسيد عمار الحكيم. نعم. يعني من دون الآخرين تقريبا. الآن إجماع ما تحقق عند الكتلة السياسية السنية. نعم. أولا ليش ما تحقق؟ شوف دكتور محمد، هاي قضية الإجماع القصد منها كلمة حق يراد بها باطل. وراح أضرب لك أمثلة. ليش رئيس الجمهورية الحالي هو نتاج إجماع كردي؟ لا. الرئيس محمد الشياع السوداني حكومته طولت 7 أو 8 أشهر وهو أصلا ما عنده كتلة سياسية، ولا هو نتاج إجماع شيعي، وكذلك بالنسبة للسنة. حلبوسي من طلع صار لأقل من 20 يوم، تحقيق إجماع بهاي الفترة، طبعا رئاسة الجمهورية أنت تعرف أخذت يمكن 5 أشهر وصارت إشكالية سياسية وتم الاتفاق وجي رئيس الجمهورية الحالي بتسوية سياسية وصار. قضية الإجماع ما متحققة، لا يمكن أن تتحقق لأنه هاي مصالح كتل وأحزاب وأفراد، لكن هنالك يعني مثلا الشيعة والسنة ساعدوا الأكراد، ساعدوا الأكراد في حسم قضية رئاسة الجمهورية. الأكراد والسنة ساعدوا الشيعة في قضية حسم رئاسة الحكومة. كذلك الحال الآن في انتخابات رئيس مجلس النواب، يجب على الشيعة والأكراد أن يساعدون السنة، خصوصا وأن الفترة قليلة أقل من 20 يوم. بس 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 هو الموضوع يتعلق بأنه حتى لا يسمح بالتدخل بين المكونات، هكذا هذا هكذا يفكر السياسي. هذا شوف، إحنا بلد واحد دكتور، إحنا بلد واحد
وطوائف متقاربة، احنا مو اقاليم شاسعة وهذا المكون ما يشوف، احنا متداخلين في كل شيء، متداخلين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا. وهذا من يقول احنا ما نتدخل، هذا الكلام غير دقيق. انت احيانا يكون تدخلك تدخلك سلبي زين. واحيانا تدخلك ايجابي. انا اعتقد قضية الرئاسات الثلاثة ايا كان التدخل بها فتدخل ايجابي. حتى الدولة تمضي، حتى الدولة تمضي، يعني ما معقولة مجلس النواب ما الى رئيس واحنا راح نسوي انتخابات. زين، شنو اللي خلى ما قدروا يوصلون الى اجماع الكتلة السياسية السنية؟ خلاف قوي بالداخل؟ اولا حراك قوي، بعدين حراك لو خلاف حراك بخلاف. زين، حراك بخلاف. لا تنسى الحلبوسي عنده كتلة نيابية كبيرة، ومن طلع هو يريد يكون البديل من عنده. زين، وهذا يخالف الرغبة الشيعية والسنية والكردية، دول متفقين على البديل ما يكون من الحلبوسي. يعني الآن السنية جزء من السنية ما عدا تقدم، نعم، والكتل السياسية والإطار والكتل السياسية الكردية كلها ما تريد بديل من حزب تقدم؟ حتى تقدم نفسه ما يريدون البديل من عندهم. حتى تقدم نفسه من يعني من يا قسم من تقدم يعني كلهم؟ يعني أنا أحكي لك عن 98% من نواب تقدم ما يريدون الرئيس يكون من عندهم، لأنه وفق ما حكتها المحكمة الحلبوسي ماخذ عليهم أوراق بيضاء في كل شيء. كلهم يعني الآن قلت 98%، لا أكو أشخاص ما أخذ عليهم، دكتور محمد تميم، يمكن شيخ فلاح حسن زيدان، يجوز بعد فد ذول اللي ما أخذ منه، اللي ما أخذ منه. أما الآخرين يعني يقول لك أني إذا جيت صرت رئيس مجلس نواب وأني موقع راح تتكربس كل المشاكل براسي وأنا راح أكون أسير، يعني في أي لحظة ممكن يطلع البوسي ورقة الموقعها عليه. لذلك أنا أقول لك نواب تقدم غالبيتهم في داخلهم ما يريدون يكون الرئيس. خطر هاي القصة. اي طبعاً يعني انه حتى لو كان رئيس برلمان وهاي ورقة بيضاء ممكن يمليها باموال. مو صارت ويا ليث الدليمي؟ هسه هاي ملاها باستقالة. ممكن الثانية تصير باموال. باموال. او في قضايا اخرى يعني انت ما تعرفها. يعني ورقة بيضاء ممكن يكتب بها اي شيء. نعم نعم، لذلك اقول لك هنالك اجماع وطني. وطني حتى لا نبتعد عن هذا، اجماع وطني بمنع مرشح تقدم ان يكون بديل في رئاسة مجلس النواب. نعم، المكونات الاخرى السنية الاخرى اللي هم عزم وحسم والاخرين عندهم مرشحين، ومرشحين مقبولين. زين، يعني انت لما تجي عدا تقدم المكون السني عنده بس اثنين، ترى بس دكتور محمود المشهداني والاستاذ سالم العيساوي فقط. زين، الباقين ما لهم ثقل، ما لا لهم الباقين يعني من تقدم، باقين شعلان الكريم وعطان والمحمدي، هذول متخذ قرار في انه ما حد يصوت لهم. منين متخذ القرار؟ يعني اولا سنيا وهنالك يعني قناعه شيعيه كرديه انه شنو الفائده اذا انت طلعت الحلبوسي منه وجبت رئيس بديل موقع على بياض لي قدام، يا اخو خلي الحلبوسي نفسه وانتهي الموضوع. يعني احنا هسه نقدر نقطع قطع بانه ذولا ما عندهم ناس تصوت لهم، حتى يعني مو يعني خلينا نقول ما عندهم القدره على الفوز نهائيا. اني بصفتي السياسيه وخبرتي السياسيه اكاد اجزم ان لا حظوظ لاي مرشح من تقدم نهائيا، حتى عند الحزب الديمقراطي الكردستاني. مصلحة الحزب الديمقراطي الكردستاني السياسية، محكمة اتحادية، الموازنة العامة، القضايا القانونية مع الإطار التنسيقي، مو مع تقدم. مو مع تقدم. أنت إلى الآن الديمقراطي الكردستاني ون من قضية الرواتب. هاي قضية الرواتب ما يحلها حزب تقدم، يحلها الإطار التنسيقي. الديمقراطي الكردستاني يناور، لكن في النهاية لن يخرج عن إرادة الإطار التنسيقي. ها يعني لا. يعني هسه صارت يعني خلينا نقول محادثات بين أطراف سنية وبين السيد مسعود برزاني، حد علمك؟ يعني شوف تفاصيلها شنو؟ القادة السنية. أنا أريد اليوم التفاصيل، ما يعرفها المواطن. نعم شوف اللي ما يعرفها هنالك
قناعة سنية سياسية بدأت تنضج من يعني 4-5 سنوات. وهذا اللي كنا احنا نتكلم 2003 2004 2005 ان مصلحة السنة هي في التفاهم والتقارب مع الشيعة. زين، يعني القادة السنة من يروحون يتفاهمون ويا السيد مسعود البرزاني عنده 32 مقعد وهو ما قادر يحل مشاكله في قضايا النفط والمناطق المتنازع عليها ورواتب الإقليم مع بغداد. يروح يتفاهمون معه لو يتفاهمون مع الإطار اللي عنده 181. بالتأكيد أكيد راح يروحون للإطار. راح يروحون للإطار. هسه يستأنسون بالحوار مع السيد مسعود البرزاني، لكن هو ليس خيار السنة الأخير. زين، هسه عندنا يعني بما أنه تقدم خلص. نعم، يعني تقدم نهائيا ما لهم من وجهة نظري السياسية. نعم والله، يعني لو ما يفشلون ربعهم. ايه؟ يعني هم شيخ شعلان سان محترم، الأستاذ عبد الكريم عبطان، الأستاذ يحيى المحمدي، والله أنا ما أقبل أن يفشلون ويطلعون. حتى لو مورست عليهم ضغوط سياسية تنصحهم بأنه يسحبون؟ ايه والله أنصحهم، والله نصيحة محب ونصيحة سياسية. ايه؟ أنه خلاص يغادرون هذا الموضوع، يحاولون يقنعون الرئيس أنه إحنا الأمور ماشية باتجاه دكتور محمود وسالم العيساوي وما حاجة أن نتورط ونفشل أمام الرأي العام، ما حاجة. يعني يقنعون الرئيس السابق، قصدك الحلبوس؟ نعم الحلبوس يقنعون. الحلبوسي هو نفسه شي يريد. الحلبوس ما مقتنع لحد الآن الحلبوسي بأنه هو ورقته انتهت بعد. شوف دكتور محمد، الحلبوسي ينطبق عليه عندنا مثل يقول فلان قاوم الخالات والعمات. وبالأخير لا حضت برجيلها ولا أخذ السيد علي. زين، المكون السني طلايبه معره ويا الحلبوسي. ما خلى قيادي سني شخصية نافذة، شخصية إذا ما استعداها. إذا ما بما فيهم حلفائه. يعني معلوماتنا تقول ومصادرنا أن حتى خميس الخنجر المؤامرات والدسائس تتحدث يوميا. على يمن على خميس؟ لا، خميس يحيك للحلبوسي ويحاول الإطاحة به. ايه؟ والحلبوسي كذلك، وتتحدث هاي العمليات يوميا. هذا اللي هو أقرب حلفاء الحلبوسي. يعني بيناتهم يوميا اكو مؤامرة واحد على الثاني. نعم نعم، واحد على واحد وما وقفت ولا يوم. اها، يعني خميس حاول انه يقير يعني يطلع الحلبوسي من منصبه. نعم، لكن اكو هنالك اللي يمنع خميس ويمنع الحلبوسي، هنالك اراده دوليه معروفه. تركيا. نعم، تركيا. ايه؟ في ان يظلون سويه، لكن هذا ما يمنع ان واحد متربص للثاني في اي لحظه يسحقه. اوف، يسحقه. نعم، هاي السنوات كلها القاده السنه الاخر الحلبوسي ما خلاله حليف ابدا. بما فيهم نوابه. شوف هسه انت صارت قضيه اقصاءه بقرار قضائي. اكو حد طلع دافع عنه من نوابه؟ ابدا، ولا واحد. ولا واحد طلع. انا بصراحه ما شفت، شفت بعض حتى في هذا البرنامج بالمناسبه. ايه، حتى في هذا البرنامج في اول ايام انا خاطبت نوابه وخاطبت حزب تقدم، يابا تعالوا، ما عدا اثنين من الاشخاص كانوا يدافعون عنه، ويمكن لحد الان يدافعون عنه، والله انا احترمهم لانه يدافعون لحد الان. منو؟ اما اكو اشخاص اختفوا تماما، يختفون، وهم من يعني يمكن من المستوى الثالث بالسياسي. أي شوف، أي هاي بالنسبه يعني حتى تقدم الان نفسهم. نعم، عندهم مشكله بالداخل مع الحلبوسي كبيره، يريدون يتخلصون من عدل ولا طبعا لا شك تقدم يريدون يتخلصون من الحلبوسي. لا شك تقدم. انت تشوف عضو مجلس نواب بحكم الواقع شخصية كبيرة وإلها نفوذها وإلها وضعها السياسي. ما يقدر النائب يظل 4 سنين أكو واحد خاويه. لا يقدر يتنفس، لا يقدر يطلع بالإعلام، لا يقدر يسوي له فعالية، لا يقدر يطلع من الحزب أو هذا كابوس ثقيل. وهذا هاجس عند أغلب نواب تقدم يريد يتحررون من هذا اللي هم موقعهم على أوراق. اللي موقعهم. الفئة الثانية الأكراد كلهم ما يعتبرون الحلبوسي حليف موثوق به. السنة هو خسر قاعدته السنية كلها. زين، والأكراد ما يعتبرون حليف، ومشاكله ويا الإطار للضالين يومية، صاير عملية إقالة وتنجمع تواقيع ويروح يفضوها. وهذا مو عمل سياسي دكتور محمد. أنت لما تستعدي الأحزاب والمكونات
وتستعدي حتى أطراف داخل محافظتك لا يمكن أن تستمر بالعمل السياسي. لذلك تشوف أنه هو صعد سريعاً وسقط سريعاً وسقط سريعاً لأنه ما عنده أي حليف. انطيني واحد من كل الطيف السياسي على تقدم طلع دافع عن الحلبوسي، ولا واحد. وهذا يدلل على أن الحكمة السياسية كانت غايبة عن الرجل لفترة طويلة إلى أن أطيح به بقرار من المحكمة الاتحادية. زين أنت حضرتك يعني عندك خبرة سياسية وبرلماني ومستشار وكذا وما أعرف إيش يعني من داخل هذا الوسط، وبحكم علاقتك مع الكتل السياسية وكنت قريب على الحلبوسي يعني مو بعيد عنه. نعم. شنو اللي خلى الحلبوسي يصعد بهالطريقة من الدهن الحار للبذر وين؟ شوف أكو ومنه اللي خلى سببين. إيه. السبب الرئيسي هم أكو مثال أنا دائما أستعير الأمثلة من يقولون صانع الاستاد استاد ونص. الاستاد مال الحلبوسي اللي دخل الوسط السياسي ورعاه ووصل محافظ ورئيس لجنة مالية الكربولي جمال كربولي ومحمد الكربولي. زين ما أخذ الكورس من استاديته كاملا، بمجرد أن وصل تنكر لهم. زين فصار صانع بنص خبرة، مارس العمل السياسي كصانع بنص خبرة لأن استاديته تخلوا عنه. زين هذا أولا. ثانيا طموح الزايد. أنت جيت عضو مجلس نواب، صرت محافظ، صرت رئيس لجنة مالية، المحطة الثالثة قبل الرئاسة كان المفروض يصير وزير. من يصير نائب محافظ رئيس لجنة وزير تكون الخبرة اكتملت عنده كرئيس لمجلس النواب. هو حرق المراحل، منا استاديته تخلوا عنه ومنا طموح الزايد، هذن العاملين هن اللي أدن إلى سقوطه السريع. هاي هي ماكو شيء وصل محمد الحلبوسي غير ذلني؟ لا أكو عوامل أخرى ثانوية. مثلا العامل الآخر المهم اللي ساهم في إقصاء سياسيا هو محيطه. الناس اللي داير مدايره، لا أنا ما أتحدث عن إقصاء، الناس داير مدريش بيهم، اللي داير مدايره غالبيتهم من أفشل الشخصيات السياسية، بحيث ولا يوم صارت للحلبوسي أزمة واستطاعوا أن يفككوها أو أن يحلوها. وتعرف أنت واحد بمنصب رئيس لجنة أو محافظ أو رئيس مجلس نواب يحتاج الخبرات ويحتاج الناس المخلصين، يحتاج الشخصيات الشجاعة اللي من يطلع يدافع عنه يكون مقنع. زين مقنع. أغلب محيطه كان فاشل. تمام. هل الحلبوسي الآن إلى تأثير بالمشهد السياسي لو لا هسه بالوقت الحاضر؟ الحلبوسي الآن عنده قائمة وقاعد يطلع يومية ويسوي دعاية انتخابية وعنده جمهور الرجل يعني. شوف السيد إبراهيم الجعفري من كان رئيس وزراء سوى تيار الإصلاح، صحيح، دخل انتخابات جاب 11 مقعد. من طلع من رئاسة الحكومة ما جاب ولا مقعد. السيد حيدر العبادي صعد بالتعويض، صار رئيس حكومة جاب 44 مقعد وهو رئيس حكومة. من طلع من رئاسة الحكومة جاب 2. زين أسامة النجيفي كان رئيس قائمة نينوى، من كان رئيس جاب 9، من طلع هو نفسه ما فاز. يعني هذا المثل انه صاحب السلطة عنده شعبية تكون شعبيته متأتية من السلطة، من نفوذ السلطة. زين الآن من طلع الآن من طلع والرأي العام راح يصير رئيس جديد، راح تفرز انتخابات جديدة، الرأي العام اوتوماتيكيا سيتحول من عنده. الآن هو في بقايا نفوذ السياسي، لأن القائمة اللي فازت صار لها تقريبا سنة ونص أو أكثر، هاي ما تنحل بخروج. بس ما يأثر على جزء من الإطار، ما يأثر على جزء من الكورد، ما يأثر على جزء من السنة. وين يأثر؟ يعني حاليا في صنع القرار بالنسبة لرئيس البرلمان الجديد. لا الجديد واحد، الجديد ما راح يجي من عنده. لا مو من عنده هسه، مو من عنده، هاي ما قدر يأثر عليهم. نعم. في أنه يقنعهم. نعم.
قلنا انه اكو قرار قطعي بانه لا بديل للحلبوسي من جماعه الحلبوسي. نعم نعم، حتى لا يكون ظل للحلبوسي في نعم الايام القادمه، او صانع عند الحلبوسي يشتغل، او صانع يشتغل عند الحلبوسي. نعم زين، بس هو يريد هذا الموضوع، ما قدر ياثر على جزء من الاطار يكون وياه يعني مثلا؟ معلوماتي تقول لا، كل الاطار الان راح الحلبوسي بعد خلاص. لا الاطار، شوف اكو شخصيتين يعني احنا نحترم ارائهم اللي هم السيد العامري والسيد الحكيم، لا زالوا يعني يتكلمون في الاجماع السني في ان تقدم كذا، هم الغالبيه السنيه، لكن امام رغبه الاطار الكبيره، تعرف انت حجم السيد عمار العددي العددي ايه، وحجم السيد هادي العامري ما يقدر يعرقلون إرادة الإطار المجتمعة. الإطار أقوى منهم، والاتحاد الوطني كثير من النواب السنة مستقلين، ما راح يعني الحلبوسي ما نجح، أنا قلت لك ما عنده حلفاء. تمام، خليك من الحلبوسي، أنا راح أسألك الآن وفق المعطيات اللي عندي أنه، وأريد أخذ رأيك أيضا بها، بين سالم العيساوي وبين محمود المشهداني لمن يذهب الإطار؟ هسه قبل وين يروح الإطار؟ اثنينهم شخصيات ناجحة. زين. اثنينهم. يعني إذا جاء دكتور محمود راح يكون عامل تهدئة وتوازن واستقرار في البلد، على الأقل المؤسسة التشريعية تعمل بسلاسة وسلام بدون مشاكل. زين. سالم العيساوي كذلك شخص له خبرة سياسية طويلة، يمتلك نضج سياسي، فأي الخيارات السنية إذا محمود أو سالم ستكون ناجحة. زين، لكن تقول لي الإطار التنسيقي وين يروح؟ الإطار سينقسم، سينقسم ما بين سالم وما بين المشهداني. المشهداني سيحقق النسبة الأعلى، سيحقق النسبة الأعلى، لكن هذا لا يعني أن سالم ما راح يأخذ حصة كبيرة. زين، الإطار ما عنده الآن قرار بالاتجاه نحو مرشح معين؟ أنا أعتقد يوم الانتخاب في الجولة الأولى من الترشيح راح ينحسم رأي الإطار ورأي السنة والأكراد، راح يروحون مع من. زين، بس أنا المعايير اللي خلوها الإطار، نعم، اللي أدري بيها أنه واحدة من المعايير أن لا يكون عنده مشروع خارجي، وهذا ينطبق على محمود المشهداني. وسالم هم ما عنده مشروع خارجي. ما عنده؟ لا لا ما عنده. بس ينتمي الى خميس الخنجر. وهي هاي واحدة من اكبر مشاكله. او خميس الخنجر ما يعني قلتها قبل شويه انت. نعم. هذا اولا. الشيء الثاني اني لا يكون طائفي، وعادة ما يوصف سالم العيساوي بالطائفية. لا 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 والله هاي تهمة. ايه؟ هاي تهمة، يعني انا انفيها بالنيابة عن اخوي ابو حارث، والله ما عنده طائفية. بس قد تكون النظرة. النظرة المعروف، لا الرأي العام يعرف دكتور محمود بعدم الطائفية أكثر من معرفته بالأستاذ سالم العيساوي أنه مو طائفي. هسه يمكن لأنه محمود المشهداني رئيس برلمان، نعم، وطالع على وسائل الإعلام هواي، نعم، وعنده، نعم، أطروحات مختلفة، فخطابه معلوم، ومرة يتحدث عن السنة، ومرة يتحدث عن الشيعة، ومرة ما عنده خط، نعم، أحمر بيناتهم. لا لا ما عنده. زين، هسه هذا الـ 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 يعني خليني افشيك سر. سالم يوصف عند الاطار بانه هو طائفي، ومحمود يوصف عند الاطار عكس هذا الشيء، مو طائفي. هذا الشرط الثاني، انه محمود ما عنده مشروع خارجي، ما عنده ارتباط بدولة أخرى. وقلنا سالم هم ما عنده مشروع. سالم ما عنده مشروع، انت تقول ما عنده مشروع، لكن سالم ينتمي الى شخص عنده مشروع. عنده مشروع، وقد يأثر عليه، قد يكون هذا قد يكون واحدة من المعايير. المعيار الثالث هو المعيار الطائفية. نعم. ويمكن اكو معايير عندهم أخرى ما أعرفها. لا لا هن ذني صحيح. هاي اكو أكثر من اثنين؟ لا 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 ما ذني المعايير. هن ذني يحتاجهن البلد. زين. هذه المعايير تنطبق على أيهما أكثر من الآخر. شوف. وبالتالي هذا يحدد ذهاب الإطار بأي اتجاه. إذا تمسكوا بهذه المعايير. أي دكتور محمد. الرئيس أن يكون ما عنده مشروع خارجي. وما يكون طائفي. والمعيار الثالث شنو قلنا؟ المعيار الثالث. ما عنده مشروع خارجي. ما عنده مشروع خارجي. ومو طائفي.
واعتقد عنده موقف من قضيه التطبيع المعيار الثالث. يعني انا بالنيابه عن الاثنين اتكلم يعني بكل صراحه انه الاخ سالم هسه المشهداني معرف زين، الاخ سالم العيساوي رجل وطني ما عنده طائفيه ما يمتلك ماكو عنده مشروع خارجي. مشكله سالم الرئيسيه انه قدر السياسي جابه ويا خميس الخنجر. قدر السياسي اذا اكو نقطه قد تضعف سالم العيساوي فهو وجوده ويا خميس الخنجر. وانا ادعوه من هاي المنصه ويمك استاذ سالم العيساوي اخوي العزيز، انت شاب في مقتبل العمر، نصيحه من اخ سياسي اكبر منك عمرا ويمكن اقدم منك في العمل السياسي لكن انت اعلى مقاما، انت ابن الشيوخ زين. بمجرد ان تنتهي قضيه اذا الله يسر لك وصرت رئيس مجلس نواب فاول خطوه سياسيه ان تخرج من خميس الخنجر، واذا ما صرت رئيس مجلس النواب هم اطلع من خميس الخنجر، لانه مستقبلك السياسي سيبقى متعثر طالما بقيت مع هذا الرجل. ليش يعني ايش بيه خميس الخنجر؟ انت تعرفه والعراقيين كلهم يعرفونه. انا اعرف عنه من بعيد، ما اعرفه. يعني الاطار التنسيقي. اعرف عنه اللي شفته في وسائل الاعلام. الاطار التنسيقي. احس شويه معلومات من فلان ومن فلان ومن كذا ما ادري بعد. يعني هو شخصيه بالوسط السياسي يبين ملامح كل شخص. زين. لا انا ما اريد الوسط السياسي. انا اريدك اليوم خبرتك وياهم شنو 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 خميس الخنجر؟ خميس الخنجر مرتبط في الذاكرة العراقية، فيديوهاته موجودة بقضية الإرهاب، في قضية التحريض والمظاهرات وما تلاها، وهاي جرت على البلد الويلات. زين، جرت على البلد ذاكرة الناس عن هذا الشخص هاي ما تقدر أنت تعدلها بين يوم وليلة. خب إجى ووقف قدام القضاء، مو هيك هي القصة لو اي نعم لو انا اضحك على روحي لا طبعا اجي وقف قدام القضاء واثبت براءته المفروض وطلع ورجال وصار زعيم سياسي وعنده منو شافه راح وقف يم القضاء؟ منو راح شافه وقف يم القضاء؟ لا يعني انت شفته؟ لا خب انا ما طلعت هسه انت المحكمة الاتحادية طلعت قرار باقصاء محمد الحلبوسي وقرار علني وطلعت قرار باقصاء ليث وطلعت قرارات كثيرة. هسه معقول علي دعاوى ويفتر هذا ويسوي هاي الكلام؟ هسه والله أنا ما أدري، أنا ما أقدر أحكي بمكان القضاء، لكن أنا إذا أحكي من الناحية السياسية أقول لك الذاكرة العراقية ترى حتى السنة بالمناسبة مو بس الشيعة حتى السنة يعتبرون خميس الخنجر واحد من الأسباب اللي أدت إلى ما صار بيهم. طب تمام، بس رشح عندهم وفاز بكتلة سياسية وعنده الان بالبرلمان ايش قد كم مقعد؟ اتوقع 10 او 11 10 10 هي و10 من اصل ايش قد يعني؟ والله يا دكتور محمد اي شخصيه عندها الفلوس اللي صرفها خميس الخنجر وعنده وسائل الاعلام اللي يمتلكها ال 11 قليله، يعني واحد مثله اقل شيء اول ما يبدي مشواره السياسي ب 50 مقعد. شنو يعني؟ اي طبعا خوش يصرف شنو؟ منو؟ طبعا هم يعني اكبر كتل اموال خميس الخنجر منين؟ والله ما اعرف. تاجر لو اكو دعم لو شنو بالضبط؟ ما اعرف والله اشوف يعني خميس الخنجر اذا يشتغل تجاره ودا يصرف فلوسه من تعبه وتشد ذراعه وتشد جبينه ودا يصرفها على السنه من تشد ذراعه فالسنه لازم يسوي له تمثال الخميس الخنجر. زين، وإذا كانت مساعدات ومعونات وعلاقات مع دول وتنطيل السنة فالسنة ما مديونين الخميس الخنجر، هذا مو متشدد ذراع داي صرفه. اي طبعا هي هاي المعادلة. يعني هو طريق ممكن يكون طريق لدول أخرى تدعم خميس الخنجر على حتى يصرف على السنة؟ يعني هو في مرحلة اشتغل مع تصور الإماراتيين أو القطريين في قضايا النازحين والمساعدات والمخيمات والكذا، وقلت لك آني إذا من شد ذراعه فالسنة لازم يسوي له تمثال، وإذا ما للدول فهو ما حد مديون الخميس. تمام، السياسيين الفساد خوب الجماعة كلهم يعني أغلبهم مشتركين به. نعم،
بس السياسيين السنة أكو بيهم أثرياء واضحين جدا جدا واضحين. إيه؟ يعني مثلا الحلبوسي من تشوف دعايته بالشارع هاي الصفرة والكذا وتشعر إن إحنا كإعلاميين نقدر هاي جقد جقد يصرف على هاي الدعاية الانتخابية. نعم. خميس الخنجر أيضا. نعم. إحنا ندري إنه خميس الخنجر كان مقاول، هذا اللي سامعينه كان. نعم. مقاول كان كذا كان تفاصيل، بس هاي الأموال منين اجت بهالطريقة هاي؟ يعني شلون صارت هاي الأموال؟ ليش ما يكون مثلا شخصية سياسية شيعية من الزعماء على الأقل واضح بهذا الشكل عندهم وضامين هسه ما ندري إحنا. خميس الخنجر ومحمد الحلبوسي بصراحة خواردية اثنيناتهم. خواردية. القادة شيعة قرميدة. قراميد. قراميد ما يطلع منهم الفلس ما يطلع. لذلك خميس والحلبوسي تفوقوا عليهم. يعني الاثنين عندهم نفس الأموال؟ خب ما معقول. لا يعني. اكو فرق. أيه؟ بأنواع. بس احنا مثل ما انتقدنا خميس والحلبوسي احنا لازم ان فوت عليهم سيار جرق. لا لا احنا انتقدناهم بما يكفي. اثنينهم خواردية. قضيتهم علاقتهم بالفلوس مو قوية، يعني يصرفون بدون وجع قلب. الاخوان بالاطار التنسيقي والله ما يطلع منه الالف دولار الا تجيب له احد الائمة المعصومين يلا يطلع الالف دولار. تمام، مع احترامنا للائمة المعصومين وقدسيتنا لهم. طبعا اكيد القدس. لا بس اكو فرق بين واحد هذا اللي خوارده اللي يدفع فلوس منين جابهن حتى يدفعهن، هي هاي القصة. لا هسه انت مو قلت. أيه؟ قلت يعني ما نقول الكل، الأغلبية متهمين بالفساد. اكو واحد فاسد. اسك واحد فاسد ويوزع وخوارده. آه. واحد فاسد وحاط ايديه بجيوبه ما يطلع منه الدينار الا تضرب طلقه يلا يطلع منه الدينار. ايه يا اخويا. اي بس هذا انا اليوم من اوزع من جيبي انا كريم واوزع. نعم. خلص هذا من شغلي من عملي من. نعم. وضعي من اموالي. بس انه انا اجيبهن من البوقه واوزعهن باقي المواطن واوزعهن على المواطن، هاي القصه. هسه هاي مسؤوليه هيئه النزاهه. هيئه النزاهه وحده من اساسيات عملها انه كبار موظفي الدوله اللي هم تبدي من رئيس الحكومه نزولا زين من يشوفون محمد سلمان. محمد سلمان اليوم قاعد عنده شقه بسيطه قاعد هناك، صار عنده قصر بالجادرية وبالمنصور وبالأميرات ورتل تاهوات. يسأل تعال يا ابويا انت البارحة كل شيء ما عندك زين منين جبتهن؟ غير يسألونه. يعني انا حسب معلوماتي الرئيس السوداني افصح عن ذمته المالية، سألوا خميس وسألوا الحلبوسي وسألوا الاخرين دول اللي يصرفون بالمليارات. اخويا ذني منين جبتهن انت؟ منين جبتهن؟ هسه اذا رجل اعمال تعال سوي لنا كشف بحساباتك، اذا انت وارث هاي الفلوس هم قل لنا. اي هم اجوا المكتب الحلبوسي وصارت القصه المعروفه على اساس انه وقفوا وقام ما ادري يصيح ما ادري يوبخ مدراء عامين. ايه وش سووا؟ مو صار هيجي لو ما صار؟ اي طبعا هي صار. وش سوت النزاهه وراها؟ ايش سوت؟ شنو اللي صار؟ ما اعرف. سكتت النزاهه. سكتت النزاهه؟ اي طبعا سكتت. شنو اللي سكتها؟ ما ادري انا هسه هم الى الان. الى الان اكو ملفات معلنه، ملف اراضي ناحيه الوفاء. ملف صندوق التقاعد، ملف هاي الانتخابات والصرف الكبير. هسه هم تدخلوا وقالوا يابا احنا رحنا السيد ابو علي البصري ظل يمكن شهرين نايم بالانبار. وتحقيقات واعترافات واعتقلوا ناس. زين طلعت نتائج هاي التحقيقات؟ لحد الان ماكو. ماكو. شنو معلوماتك من الغاطس؟ والله ما اعرف، لكن احنا في العموم نثق في القضاء العراقي. القضاء العراقي اللي يمكن سابقة ما اقول في العالم، على الاقل اقول في دول الشرق الاوسط، للمرة الاولى يطاح برجل يشغل منصب رئيس مجلس النواب. يمكن ما صايرة هاي لا بمصر ولا بتونس ولا بالجزائر، وهاي تدلل على مهنية ورصانة القضاء العراقي رغم كل التشكيكات وكل ما يحاولون يعني يلحقون. هسا احنا نقول هاي الملفات موجودة. العراقيين هم يريدوا يعرفون هاي التحقيقات نهاياتها وين راح تكون. تطمطم لو تطلع وكل واحد تنحطين تبخدة لو شنو الموضوع. زين اخذتنا على مساحة ايضا يعني عادة تصير لما تصير المناصب.
تدفع أموال من أجل الحصول على المناصب. برلماني وصل سعره شقد قبل فترة؟ والله ما أدري. أنا أقول لك شقد، وصل بالخمسة مليون دولار. أوف. أي أي زين. هذا يعطونا 5 مليون حتى شو يسوي؟ هذا السامع يجوز الرقم مو دقيق، هسه سمعناه في وسائل الاعلام، هذا مو يعني هذا تصريحات. نعم يعني انا ما كنت اعرف انه ايش قد ينطون ايش قد كذا. نعم. بس اكون طلعوا ناس قالوا وصل 5 مليون دولار، وصل كذا تسريبات، وزير يمكن كان او برلماني من 5 مليون دولار واكثر. نعم. رئيس البرلمان يعني معقوله ما يصير بها قصه دفع؟ ايضا يعني انا بحكم اطلاعي واتكلم عن معلومات، لا الأستاذ سالم العيساوي ولا محمود المشهداني زين ذولا ما يدفعون، لا دفعوا فلوس. اي لان هم بالاساس ما عندهم فلوس. أي. هم بالاساس وما عندهم كتل تدفع مكانهم. لا السياده خب احنا ذكرنا الاغنياء، ذكرنا خميس الخنجر اول واحد ما يدفع مكان سالم، ما يدفع مكانه، ما يدفع مكان سالم، ما يدفع. اي ما يدفع مكان سالم، بس هذا المنصب راح يروح للسياده. يعني اكو بعض الامور ما تخلي خميس يندفع باتجاه سالم زين. وهم اثنينهم لا يؤمنون بقضيه انه اني اقعد على الكرسي بالرشاوي مثل ما كانوا يستخدمونها الاخرين. تمام. يعني الكرسي ما له قيمه سالم محمد، اذا انت مشتريه مشترى. انت شو راح تحس يعني بقيمتك وتحررك وتحس بوطنيتك وشرفك الوظيفي اذا انت هذا الكرسي مشتريه؟ هسه اذا هو اصلا ما عنده شرف لا وطني ولا مدري شنو هو. نعم. هو يشتري وتمشي الامور عنده. دول الاثنين ما تمام. غيرهم ممكن صار هذا الشيء. صار سمعت هال يعني مر على عليك انه ليش اكو ليش انت ما شفت بالدوره الاولى من الحلبوسي كان رئيس؟ نعم. قالوا ابو مازن في احدى المرات قالوا له انت اشتريت نواب وخليتهم يصوتون للحلبوسي. قال اني عندي فلوس والناس باعوا وانا اشتريت. اوف. اي حكاها في احدى لقاءات التلفزيون، قال انا عندي فلوس والناس باعوا وانا اشتريت. هاي في الدوره الاولى. اكو يصير دفع فلوس واكو يصير مساومات واكو يصير اتفاقيات، لكن هذه المره الرئيس الجديد اعتقد سياتي نقي. ما راح يجي ملوث. ليش السابق ملوث؟ اي واحد يجي بالرشوه وبالسمسره وبالاتفاقيات الجانبيه ملوث مهما كان منصبه ومستواه. اذا وزير دفع فلوس واخذ وزاره فهذا ملوث، واذا نائب او رئيس مجلس نواب او مدير عام، اي شخص ياتي بالرشوه وبالسمسره لا يستحق ان يحترم او يتخذ مثال مهما كان اسمه او عنوانه. زين هسه انا اللي اتذكرك، احنا كاعلاميين ايضا مراقبين ونتابع في بدايات مجلس النواب كانوا بالصقور. نعم. يعني لما تباوع على الخطوط اللي قاعدين كانوا بالصقور العمليه السياسيه. نعم. في ذلك الوقت. نعم. وكلهم قيادات وكلهم موجودين. نعم. انتجوا رغم انه احنا كنا دائما نقول هذا برلمان فاشل، هذا كذا، هذا كذا، هذا كذا، وكان يوميا كنا نتحدث بهذه الطريقة. نعم. نعم. لكن انتجوا بعض القوانين المهمة. نعم. بعدها صعدوا الطبقة الثانية الكذا ما اعرف ايش، الى ان وصلنا الى مرحلة الحلبوسي. نعم. خصوصا بالدورة الثانية الحالية هسه. نعم. الدورة الثانية. في الدورة الثانية البرلمان شبه معطل. نعم. ما ادري يعني انت مراقب. نعم. شفت البرلمان صار بحيث يمكن دورتين ما ادري اذا استقدم او استجوب ولا واحد ولا لا رئيس هيئه الاعلام والاتصالات. هذا رئيس هيئه، وزير لا وزير ولا واحد، ولا رئيس حكومه فات المجلس النواب، ولا رئيس حكومه، ولا رئيس حكومه. يعني المالكي المالكي في الدورة الأولى، في حكومته الأولى وفي حكومته الثانية، مجموع حضوره إلى مجلس النواب 9 مرات. والمالكي بكل إرثه وتاريخه السياسي وقوة شخصيته. هاي دورتين الأخيرة لا وزير ولا رئيس حكومة حضر إلى مجلس النواب. ليش؟ تراجع الدور الرقابي لمجلس النواب بشكل كبير. أيه. تراجع. ليش؟ هو له علاقة هسه احنا مو خليني له علاقة بهيئة الرئاسة. طبعا البرلمانيين لما يقعدون ويانا
ونحكي وياهم بيننا وبينهم يقولون والله احنا ما نقدر هيئه الرئاسه وكذا وما اعرف ايش. صح صحيح هذا الكلام؟ اي نعم صحيح. بس هم يعني هم يعني البرلماني في كل العالم هو ناطق باسم البرلمان. نعم. والبرلمان مجموعه ممثلين. نعم. يعني شنو هذا الشخص اللي عطل البرلمان بالكامل؟ اللي هو القرار بيده. القرار بيده. تجي مشاريع القوانين. ايه؟ هو يقول هذا خلوه على جدول الاعمال وهذا لا تخلوه على جدول الاعمال، هو بكيفه. هو بكيفه. وماكو سلطة تقول له تعال سوي هاي إلا فيما يخص قانون الموازنة مثلا. قانون المحكمة الاتحادي أكو جهات عليا إلها مثلا مجلس القضاء الأعلى يريد يسوي قانون المحكمة الاتحادي، هذا مو بكيف الرئيس. الموازنة الاتحادية مو بكيف الرئيس. إيه بكيف هاي الدولة وما يقدر يوقف هاي دولة. أما باقي القوانين بكيفه. كيف؟ إيه نعم كيف هو. زين هو لا تداومون لا تداومون. إيه إيه الجلسة خلص تصير بالسبعة بالليل بثمانية بالليل. زين لا تداومون شنو يعني لا تداومون؟ هيك مكرمة؟ ما عندنا شغل. ما عندنا شغل. إيه ما عندنا شغل لا تداومون. يعني هذا حلبوسي كان يقولون ما عندنا شغل. إيه يعني أنت شوف أنت مرات يعني أسبوعين 20 يوم المجلس ما ينعقد، وإذا انعقد فيصادق على اتفاقيات. كلها اتفاقيات ايه الطيور المهاجرة اعالي البحار والبحار والمدري شنو بالضبط هاي والزيتون استخدامات الزيتون وهاي اي والله انضمام العراق للمعاهدة الدولية لاستخدامات الزيتون. العراق صار بالمناسبة هنا اكو فد اشكالية لا الرئيس يدري بيها ولا النواب ولا حتى الحكومة تدري بيها. كل هاي الاتفاقيات مال انضمام العراق الى تلويث اعالي البحار، مكافحه التصحر، الطيور المهاجره، مال الزيتون. هذني رتبا على العراق التزامات ماليه، اشتراكات سنويه، والعراق ما يستفاد منهم. بس يوقع وما يدري. احنا لا عندنا اعالي بحار تتلوث على مود العراق يحتاج ينضم لها. زين. ولا احنا من الدول اللي تستهلك الزيتون ومصالح المجتمع كلها مرتبطه بالزيتون، فالعراق لازم ينضم. من الطول للطول ما عندنا شجره زيتون. ما عندنا اي. فهاي الناس ما يدرون، هاي تكلف العراق موارد سنويه ماليه والبلد ما يحتاجها هاي. زين هم ليش يصوتون عليها النواب اذا وليش تعرض؟ انا اقول لك وزير الخارجيه يعرضها مجلس الوزراء. مجلس الوزراء يدزها يحولها لمجلس النواب. مجلس النواب ما عنده شغل، المشاريع المهمه ما يصوت عليها، يجيب هذن يوميا مشروعين من هذن القوانين ويمشي. بس ليش انت نائب بالبرلمان؟ يعني تدري حتى في هاي الدوره خصوصا يعني تدري حتى اللي يطلعون بالاعلام هم معدودين عد الاصابع من النواب القدامى. اي ماكو اغلبهم النواب القدامى. شو يمشون بصف الحائط؟ شنو القصه؟ ما ما عندهم راي؟ شنو الموضوع؟ مو ما عندهم يعني. زين هذا الحلبوسي الحلبوسي بهالقد مسيطر على ذولا كلهم، وهاي كتر سياسيه وهاي امكانيات وذولا نواب وواحدهم يمثل 100,000. ايش طلع الحلبوسي مثلا يا عم؟ شوف دكتور محمد. ايه من دخل المال السياسي في القضية الانتخابية أويلي. المال السياسي ترى مو يفسد بس العملية السياسية، يفسد حتى المجتمع. صحيح. لأن أنت راح تجيب ناس وفق معاييرك أنت مو وفق معايير الوطن والمجتمع. إيه تجيبه بكارتب الخمسة وتجيبه مدربية. إيه تروح تجيب نائب تجيب وزير تشتريه مشترى، هذا شروط عليه يوقع على ورقة بيضة، ما يحكي ما يتصرف ما يبدي رأيي. لذلك تشوف اكو انحدار في منتج نتاج المؤسسة التشريعية وحتى المؤسسة الحكومية. يعني انت تشوف اليوم تابع انت نشاطات الوزراء، اغلبها نشاطات ما ترتقي الى هموم وحاجات المجتمع الأساسية. صحيح. ما ترتقي، كل قضايا بسيطة يعني قضايا على قد تفكيره. هذا على قد تفكيره بالضبط. على قد تفكيره لانه اصلا مو على قد تفكير المجتمع وحاجات المجتمع. لا ما عنده لا عنده مؤشرات واقعيه عن المجتمع، لا عنده اطلاع، لا عنده فكره، لا عنده رؤيه، لا عنده كذا. ورجال جايبينه حاطينه بالكرسي وشغله ما ادري شو يسوي لهم. فكانما هو موظف عند الكتله السياسيه هكذا. زين هسه احنا واصلين الى الى مرحله انه واصل تقريبا حسم موضوع رئيس البرلمان بهذه الطريقه.
اي نعم. اكو امكانيه تراجع واحد للاخر؟ اكو ممكن يصير هذا الشيء لو لا؟ هم اثنينهم اي شخصيات على الصعيد الشخصي هم اصدقاء بالمناسبه. بس دول بس دولاك الموجودين من التقدم ايضا راح يشاركون، راح يطلعون من الجوله الاولى. اكو مقاطعه على اساس انه تقدم راح يقاطعون الجلسه؟ ممكن اذا قاطعوها يخلون بالنسبه. لا لا ما يخلون اعدادهم حتى. أي. شوف اذا ما حضروا تقدم وما حضر الديمقراطي الكردستاني وما حضر منو بعد وياهم، اعدادهم المجلس بيه 329. تقدم والديمقراطي ومن معهم ما يسوون 100. فعمليا بلغه الارقام ما يقدر يعرقلون الجلسه. ما يقدرون؟ لا لا ما يقدرون بلغه الارقام. الا اذا نواب من الاطار من الاتحاد الوطني من السنه اللي خارج تقدم ما حضروا، لا هنا يكون الموضوع يختلف. بس بالتالي المرشح يحتاج الى نص زائد واحد. نعم 166 هذا وراح يكون على جولتين اكيد. نعم على جولتين. او لو اول واحد يحصل على 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 نص زائد واحد خلاص. لا لا اول واحد اذا حصل على اذا حصل اول واحد خلاص من الجوله الاولى وانتهت. هذا اذا ما حصلوا كلهم على 166 تطرح على الجوله الثانيه. شكرا جزيلا. اهلا وسهلا دكتور. شكرا جزيلا. انا يعني اكو ترقب لهذا الموضوع على مستوى اعلامي على مستوى سياسي. يمكن الجلسه بس المشكله كل ساعه تتغير القصه. لا لا ما اعتقد اكو متغيرات خلال هاليومين. شكرا دكتور محمد سلمان الطائي، اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.